أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هي أسباب الانحراف العقدي وخاصة في العقيدة الإسلامية الصافية؟ أسباب الانحراف في العقيدة كثيرة، منها مجالسة الأشرار وأهل الضلال والملاحدة وأصحاب الأفكار المنحرفة، مجالستهم والأنس بهم أو القراءة لهم وقراءة كتاباتهم أو قراءة المؤلفات المنحرفة وكتب الضلال، هذا مما يسبب الانحراف في العقيدة. هذا من ناحية. والناحية الأولى وهي أهم، الجهل بالعقيدة الصحيحة التي لم يتعلمها. يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة الصافية حتى يستقيم عليها ويحذر مما يضادها. فالجهل بالعقيدة الصحيحة ومخالطة الأشرار والقراءة لهم والاستماع لهم من أعظم الأسباب، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه نشر الشر في وسائل الإعلام، وما أحدث من المخترعات في الإنترنت والكمبيوترات وغير ذلك والمواقع، هذا من أسباب الانحراف. فالمسلم يتجنب هذه الأمور ولا يشغل وقته فيها ويلتفت إليها، لأنها تدخل عليه الشر شيئا فشيئا. نعم.